يبكي الفوق وخوته فرحانين لتحت وكيطلب من الشرجم بحال محتجز بحال ماشي مغربي بحال ماشي مواطن. وحنا جينا واحد المجموعه ديال وحنا دابا كناكدوا ان تفاجئنا بان حبس التلاميذ الفوق. اش من حق عندها حنا تنتسائلوا بان تحبس التلاميذ الفوق؟ هاد التلاميذ فينا هي حقوق الطفل؟ فينا حقوق الطفل؟ لان الوليدات يبكيو من الفوق تيطلعوا من الشرج من الفوق وكيبكيو، وليدات لتحت فرحانين مع الكلون وفرحانين مع المسائل اللي تنشكروا بزاف الجمعيات ديال المجتمع المدني على هاد المجهودات اللي قاموا بها. حنا ضد هاد الفعل التعسفي وكنطالبوا بالقوات الجهات المعنيه بالامر باش الداخل دير تدخل ديالها في هذا الامر هذا. وكنشكركم، كنشكروا وسائل الاعلام، وشكر كبير لنا لكم، وشكر كبير للمؤسسه ديال مشاو لي العبارات بانه باش نتكلم على بهذا الحرقه هذه. راه هذه الاستاذه راه ما خلات لياش انا شي عقل باش نقول شي كلام اللي هو موزون وكذا. وسمحوا لنا الله يجزيكم بخير. تنشكروا الصحافه لانه راه تاهي قايمه بالدور ديالها، وراه عينتم بأم عينكم عنا، راه ما زدنا ما نقصنا على هذا الكلام هذا على هذا الاستاذ هذه. وتنطلبوا من الوزير ديال التعليم يتدخل في هذا الموضوع. الله شكرا. صاحب الجلاله الملك محمد السادس. ولقينا تفاجئنا باستاذه منظمه واحد المجموعه ديال تابعين ديال الاساتذه وحجزه الدراري الفوق. وحنا عندنا ترخيص من الولايه، كاين ترخيص ديال النيابه، كاين الوجود ديال السيد المدير خصو الاحترام ديالو هو الاول اللي ما كيحترمش مدير المؤسسه ديالو. كيفاش غيحترم القوانين؟ كيفاش غيحترم التربيه ديال الطفل طلع كيف بغيناها؟ كيف هاد السيد الله يجازيكم بخير بغيناه بحث معمق شنو السبب اللي دايره هي معتصمه الفوق وحبسها الدراري وحبساهم على ترسيخ ذكرى وثيقه الاستقلال في دماغهم. واش بغات تحذف لنا التاريخ المغربي؟ واش منصفه باش حبسها؟ الا عندها شي حاجه اللي هي بسيطه داخليه في مسألة ديال جمعية آباء التلاميذ، هذيك راه حالة أخرى. بمناسبة نهاية الطور الأول من سنة الدراسية 2018-2019 ادت إلى منع تلاميذ المؤسسة من مشاركة زملائهم في هذا الحفل البهيج بمناسبة نهاية الطور الأول. أتأسف، فعلا أتأسف، كما أن بعض جل الآباء وأولياء التلاميذ الذين سجن أولادهم في الأقسام يتأسفون على هذا السلوك اللا تربوي. في الحقيقة هو لا تربوي. وأنا متواجد في الإدارة معكم كما تلاحظون، أسمع بأن الأستاذة سقطت في الحجرة الدراسية مدعيا أنني ضربتها. هذا غريب، لا أدري من أين جاءت بهذه الادعاءات ومن الذي أملأ عليها هذه الادعاءات. ولذلك نرجو من الناس المسؤولين أن يتدخلوا لحل هذه المشكلة. وشكرا لكم.